ما حضرتنا هنا عن الفاميلي انتيروباكترياسي. البريفكس انتيروباكترياسي معناها ان هي بكتيريا معوية، وفعلا هنشوف ان البكتيريا هنا او الفاميلي ديت خاصة بالبكتيريا المعوية. خلاص، فاميلي انتيروباكترياسي متقسمة عندكم في الفيديوهات الثلاثة بارتس، يعني بارت 1 و 2 و 3 عشان لسهولة بس ايه تحملها. اول حاجة هناخد الجنرال كاركترز اوف فاميلي انتيروباكترياسي من حيث المورفولوجي. طبعا دي هتسهل عليكم بقية الممبرز كلها. لما نيجي نتكلم عن السالمونيلا او الايكولاي هتبقى المورفولوجي واحدة مع اختلافات بسيطة. طبعا دي جرام نيجاتيف بكتيريا باسيلاي نون سبور فورمينج شورت اند ميديوم سايز باسيلاي، يعني مش لارج، شورت اند ميديوم سايز. الممبر اوف ذيس فاميلي يوجوالي موتايل ما عدا الكليبسيلا الشيجيلا، نوعين من السالمونيلا اسمهم بالورم اند جالينيرم. يعني مش السالمونيلا كلها، لا، نوعين بس من السالمونيلا اسمهم بالورم اند جالينيرم. الموتيليتي بيبقوا موتايل ما عدا بيبيريتريكاس فلاجيلا، نون كابسوليتد، ممكن يبقوا كابسوليتد او مي بي كابسوليتد اور نوت. في بعض الممبرز من الفاميلي ديت زي الانتيرو باكتر والكليبسيلا نيموني دول بيبقى عندهم كبسول، يبقى اما انها تكون موجوده او مش موجوده، لكن في استرينات او بكتيريا معينه لازم يبقى فيها كبسول، اللي هي الكليبسيلا نيموني والكليبسيلا والانتيرو باكتر. الكبسولة لما تكون موجودة بتعمل لنا ميوكايد كولوني على الشوجر كونتيننج ميديا. لازم كمان في الارنجمنت في المورفولوجي نقول الارنجمنت ان هي سنجل اور بيرز. ادي الصوره بتاعتها اندر مايكروسكوب، شوفوا هي لونها بينك اهيت بجرام نيجاتيف. طيب كمان هي فاوند هنا، احنا قلنا معويه في الانتستاينال تراكت بتاع المان والانيمالز. خلاص، ممكن تبقى موجوده نون باثوجينيك، ممكن تبقى opportunistic زي الانتيرو باكتر والكليبسيلا، وممكن تكون باثوجينيك زي السالمونيلا اللي بتعمل لنا في الانسان تايفويد فيفر، يعني خطيره جدا، والايكولاي برضو باثوجينيك. خلاص، السالمونيلا طبعا برضو بتسيب الحيوانات والانسان والايكولاي برضو. هنشوف بعد كده، يعني عشان كده احنا هنتكلم عن السالمونيلا والايكولاي اكتر حاجه. خلصنا المورفولوجي، دايما هنتكلم كده مورفولوجي كالتشر كاركتر، هنلاقيهم كلهم فاكولتيتيف انيروبيك او ايروبيك. خلاص، بينمو، ممكن ينمو على الاوردينري نيوترونت ميديا عادي خالص، درجه الحراره 37، ولكن عندنا ديفرنشال سيلكتيف ميديا لفاميلي انتيروباكترياسي اسمها ماكونكي اجار. ليه هي ديفرنشال؟ عشان بتفرق لنا ما بين اللاكتوز فيرمنتر والنون لاكتوز فيرمنتر. طبعا انتوا في العمل هتاخدوا مكونات الميديا ديت، وليه هي اسمها ديفرنشال وليه هي اسمها سيلكتيف. ها، فلكن يعني ديفرنشال عشان هنلاقي لاكتوز فيرمنتر بتطلع عليها والكالر بتاعها هيبقى بينك. لازم نعرف بالذات الموضوع ده في الجنرال كاركتر، تحفظوه كويس جدا، ان اللاكتوز هما اشريشيا كولاي كليبسيلا انتيروباكتر، دول لاكتوز فيرمنتر، يطلع لونهم ايه؟ يطلع لونهم بينك. بنسميهم التلاتة دول كوليفورم بكتيريا، التلات أنواع من البكتيريا دول كوليفورم بكتيريا. يبقى إيه هما كوليفورم بكتيريا؟ هما بكتيريا ذات فيرمنت اللاكتوز. طب إيه البكتيريا النوت لاكتوز فيرمنتر اللي بتدينا زي ما انتوا شايفين كده على الرسمة كولرليس كولوني السالمونيلا والشيجيلا؟ ندخل بقى دايما على تالت حاجة اللي هي البايوكيميكال تيست. البايوكيميكال تيست هنلاقيها كل الفاميلي ديت فيرمنت الجلوكوز. خلاص، اوكسيديز نيجاتيف كاتاليز بوزيتيف. في تيست مخصوص بقى، هو مش تيست واحد، هو أربعة تيست في بعض اسمه امفيك، برضو هتاخدوه في العملي. كل حرف فيه اختصار تيست، اي اندول، ام ميثايلريت،
فوجاس بريس كاور الفي سيتريت يوتيلايزيشن السي. خلاص التست دوت ايه اهميته؟ ده تست معمول عشان بيزيد عشان يفرق ما بين الممبر اوف فاميلي انتيروباكتيريز. يعني معنى كده ان ممكن واحده تدينا بوزيتيف في حاجه تدينا نيجاتيف في حاجه. هنشوف دلوقتي الفروقات. ما نيجي ناخد الايكولاي والسالمونيل. ريديوس نيتريت تو نيترايت. الميديا يوز فور ايزوليشن اوف انتيروباكتيريز. طبعا في عندنا نيوترانت اجار اللي هي تعتبر نون انهبيتوري نون ديفرنشال اوردينري ميديا عاديه. طيب لو في ميديا كمان بتبقى نون انهبيتوري بات ديفرنشال زي البروموسايمول بلو. هنلاقي كمان في الديفرنشال بقى انهبيتوري اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي الماكونكي بايل سولت لاكتوز اجار. هنلاقي هنا البايل سولت هو اللي مخليها انهبيتوري، بيخلي بس الانتيروباكتيريسي هو اللي يطلع عليها. خلاص ويبين لنا ديفرنشال ليه؟ عشان بيبين لنا طبعا الفرق بين اللاكتوز والنون لاكتوز فيرمنتر بكتيريا. هيكتون انتريك ليفسون دي اوكسي ميديا اكس ال دي اللي هي زيلوز لايسين دي اوكسي كوليت اجار. دول بتحفظوهم بس اهمهم طبعا الماكونكي اجار. كده احنا خلصنا الفاميلي انتيروباكتيريسي من حيث الجنرال كاركتر. بس لازم نعرف الايه الكلاسيفيكيشن بتاعتها. الكلاسيفيكيشن الجديده احدث حاجه دومين بكتيريا فايلم بروتو بكتيريا كلاس جاما بروتو بروتيو بكتيريا اوردر انتيروباكتيرياليز وفاميلي انتيروباكتيريسي. هنلاقي ان في اتنين جينس كانوا موجودين في الاول في الفاميلي دي وراحوا. يعني ما حدش يجي يقول لنا مثلا البروتياس، لا البروتياس خلاص تقول له التقسيم الجديد تبع المورجن الليسي. يارسينيا وسيريتيا لا خلاص دول اتشالوا من فاميلي وبقوا تبع فاميلي تانية خالص اسمها يارسينيسي. طبعا ده احدث حاجه في التصنيف. فانتوا تبقوا عارفين ان ايه البروتياس ما عدتش تبعنا، اليارسينيا ما عدتش تبع الفاميلي ديت.